لا تزال حصيلة القتلى والإصابات ترتفع منذ فض قوات الأمن المصرية اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي. هذه التطورات الخطيرة أدت إلى خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار على الساحة المصرية، فإلى أين تتجه مصر؟ سؤال طرحته الحقيقة الدولية على عدد من المواطنين، حيث قالوا إن مصر مقبلة على دوامة المجهول، وإن الخاسر الوحيد من هذه الأحداث هو الشعب المصري بشكل خاص والعربي الإسلامي بشكل عام، حيث أن البيئة المصرية أصبحت الآن بيئة خصبة للفتنة. إلى أين تتجه مصر؟ والله بتخيل المجهول. خسر أكبر في هذه الأحداث؟ والله الشعب كله والعرب كلهم والإسلام والمسلمين طبعا. إلى أين تتجه مصر؟ الله يستر وإن شاء الله الله يفرج عليهم. طب ما سبب هذه الأحداث؟ الله يخلي هذه فتنة، والله فتنة يعني. خسر أكبر في هذه الأحداث؟ طبعا الشعب العربي وأكثر شيء الإسلامي، خاصة من اللي حالها هو مستفيد منها أكثر شيء الأمريكان والأستراليين. الأحداث اللي في مصر يعني مؤسفة أول شيء، بتوقع إنه الخطأ يعني من عدة أطراف. طبعا إحنا ما بنتمنى إلا كل السلام للشعب المصري. طب ما السبب؟ والله يا أخي عدة أسباب. السبب أول شيء إنه يعني الناس ما بدها الإصلاح، ما بدها الإصلاح. يعني أتوقع إنه الدلال زيادة للشعوب أدى لهذا المصير. أتمنى لهم من الله عز وجل إنه يقود مصر كلها إلى 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 نهضة يخدم فيها الإسلام والمسلمين. والله بالنسبة يعني للأحداث الدائرة بجمهورية مصر الشقيقة، الصراحة هو يعني الإسلام هو الخاسر الأكبر في هذه الأحداث وفي كل الدول العربية الإسلامية. الله يحميهم، احنا بنقول الله يحميهم، يعني بندعي لهم انه الله يحميهم ويحمي الأمة العربية كلها. فتنة جاه مصر للدمار رايح ينتهي. من خاسر في هذه الأحداث؟ الشعب العربي كله خسران فيها، والمسلمين خسرانين فيها. مصر إذا راحت العرب كلها راحت، والضحية هو الشعب. طب السبب؟ السبب بدعوا إسلام وهم الإسلام بري منهم. طيب من هو الخاسر في هذه الأحداث؟ الأمة العربية كلها خسرانة. أسئلة كثيرة تدور في ذهن المتابع للشأن المصري وما يدور على الساحة المصرية هذه الأيام، ولكن الصورة في مصر الكنانة باتت محزنة والأحوال في تدهور مستمر، إضافة إلى أن الأوضاع لا تبشر بالخير وسط انقسامات بين أطياف المجتمع المصري. محمد الفايز، الحقيقة الدولية.